جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة تتعلق بها آمال الغزيين بوقف حرب الإبادة والعودة إلى منازلهم. جيبهم يقولوا لنا وقف إطلاق النار، فيش وقف إطلاق النار، يعني احنا متأمل من عند الله إن وقف إطلاق النار، بس احنا مش شايفين، فيش وقف إطلاق نار من مرة، فيش من مرة، يعني كل يوم ناس بتموت، كل يوم شهداء مقطعين، ايش بدنا نقول لك؟ بنشوف اشي ما عمرنا شفناه بحياتنا، يعني ما صار اشي زي هيك، كل يوم بيقولوا كل يوم وقف إطلاق النار، وقف إطلاق النار، ما فيش أمل إنه وقف إطلاق النار. وبينما يأمل البعض بوقف الحرب، يرى آخرون أن المفاوضات ما هي إلا مناورة من جانب إسرائيل لإطالة أمد الحرب وارتكاب مزيد من المجازر بحق عائلاتهم. الأمل في وجه الله ولا شيء، إنه تنفك وتخلص الحرب ونرجع لبيوتنا، وبكف المجازر من نتنياهو. نتنياهو مش مدى إنه يحل أصلاً، نتنياهو بده يحل كان حرب من 5 6 شهور، هذا الكلام مش من اليوم. يعني تأملنا قبل هيك، وحماس وافق على جميع الشروط، وافق على بايدن لما نزل القرارات، وافقنا كله تمام، بس نتنياهو مش مادعي اصلا يحل ولا حتى يوقف اطلاق نار، لانه هو مجرم وصاحب مجازر. وهناك من يفترشون الارض، والحسره تقرأ في كل عين عز عليها ان تبيت في العراء. احنا بنتأمل ان شاء الله، الامل في وجه الله، انه يصير حل وتوقف الحرب والناس ترجع، حتى لو على ركام ان نقعد في بيوتنا، المهم الاستقرار. كما يخشى الاهالي في غزه من الموت السريري لاتفاق وقف اطلاق النار، ويأملون بجرعه اكسجين تضخ له. وجوه يبدو عليها الانهاك، وعيون تنظر بامل لغد بدون صوت المدافع ورائحه الدم، حالمين بالعوده لبيوتهم المدمره. لكن البيت لم يعد بيتا، ولم يعد لهم منازل يعودون إليها. هنا في غزة صورتان، صورة تتمنى وقف إطلاق النار، وصورة أخرى للصمود وعزيمة شعب لا يقهر لتبقى فلسطين.